مثل ما تفضلتي فعلا دورة تدريبية للمعلمين الجدد، خاصة احنا اليوم موجودين في منطقة الأحمد التعليمية بما يقارب 300 معلم ومعلمة، وراح نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع. معنا الأستاذة شكرية السعيدي مدير منطقة مدير شؤون تعليمية في منطقة الأحمد التعليمية. أستاذة شكرية يعطيك العافية، صبح إن شاء الله بخير، ونهنئ الهيئة التدريسية من معالي وزير التربية ووكيل الوزارة وكل العاملين في وزارة التربية اليوم في بدء العام الدراسي الجديد 2017-2018. يعطيك الصحة والعافية، صبحكم الله بالخير جميعا، ويعطيكم الصحة والعافية تلفزيون الكويت على الحرص على تغطية كل ما يتعلق بمعلمين ومعلماتنا. دائما إطلالة طيبة، نتمنى التوفيق لجميع المعلمين والمعلمات في باكورة بداية العام الدراسي 2017-2018. نحن سعيدين جدا اليوم بوجودنا في مدرسة ماما أنيسة المتوسطة للبنات، مقر الدورة التدريبية للمعلمين الجدد، وتعتبر هذه الدورات من ضمن خطة وزارة التربية اللي تكلف بها المناطق التعليمية عادة لاستعداد العام الدراسي. نستقبل منطقة الأحمدية التعليمية ما لا يقل عن 300-400 أي إلى 500 أحيانا من معلمين الجدد، اللي هم تعاقدات جديدة أو مثلا التعيينات الجديدة، سواء كان من الإخوان الكويتيين أو المواطنين أو اللي هو الوافدين. المعلم الجديد عندنا تقريبا ما يقارب 100، انضمت لهم كوكبة طيبة من المعلمين الجدد اللي هم باشروا عملهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي. طبيعة الدورة تعتمد على اللي هو تسليط الضوء في أول يومين على أهم التوجيهات والإرشادات التي تتعلق بالوصف الوظيفي أو تتعلق بالسلوك الوظيفي المطلوب من المعلم كموظف حكومي بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى السلوك الوظيفي المطلوب منه كمعلم في وظيفته أو في مهنته اللي هي طبعا تشرف بها. من ضمنها ايضا نسلط الضوء على الاهم اللي هو الصفات الشخصيه المفروض يلتزم بها المعلم حتى يكون معلم متميز ومتعلم جيد، ونتمنى طبعا التوفيق لجميع اخواننا واخواتنا المعلمين والمعلمات الجدد في هذا العام الدراسي الجديد، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. استاذ شكري، يمكن وضحت لنا امور كثيره جدا، لكن احنا ودنا نعرف اليوم عندكم جميع المراحل التعليميه، يعني مو مقتصر على مثلا مرحله تعليميه؟ طبعا المعلمين الجدد تشمل جميع المراحل التعليمية الثلاثة، إضافة إلى مراقبة رياضة الأطفال، معلمات رياضة الأطفال. طبعا محتاج معلمنا أن يعرف حقوقه وواجباته، ويعرف أيضا الجوانب القانونية، يحتاج يعرف اللي هو الوصف السلوكي الوظيفي الخاص فيه، بحيث أنه إن شاء الله يتميز في عمله وتكون مثل ما نقول انطباعه طيبة له في بداية عامه الدراسي. لو تتكلم عن مدة هذه الدورة، مدة هذه الدورة 10 أيام، طبعا هنبدأها من 5-9 اليوم إن شاء الله إلى 13-9، أول من يومين منهم اليوم مباشر راح نغطي الجوانب الإدارية اللي يحتاجها المعلمين، بالإضافة إلى المامة بالجوانب الأنشطة التربوية وطريقة التعامل أو ربط هذا الجانب مع له الجانب الإداري وطريقة التعامل معه في مهنته الوظيفية. بعد اليومين هذيلي راح إن شاء الله يتكلمون لهم موجهي الأوائل أو يأخذون مثل معلمينهم لتغطية الجوانب الفنية، بحيث ينمون بطرق الإعداد وطرق المناهج وكذلك طرق خصائص النمو وطرق التعامل مع المتعلمين سواء في رياض الأطفال أو الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي. طبعا هذه أمور مهمة يحتاجها كل معلم بحيث أنه إن شاء الله يتميز في عمله. معلمين أو المعلم يعتبر هو حجر الزاوية الأساسي في العملية التعليمية، فإعداده يعتبر من المهام الأساسية اللي توكل على المسؤولين بحيث أنه إن شاء الله نرتقي بالعملية التعليمية بشكل كبير. سادة شكري، بما أنت ضيفتنا الوحيدة يعني في هذا البرنامج وأسرة برنامج صباح الخير، نبي نصيحة للمعلمين الجدد يعني قبل أن نختم معك هذا اللقاء. طبعا إخواننا وإخواتنا المعلمين أنتم الأمل، أنتم القدوة اللي ينظر لها المتعلم، أنتم حجر الزاوية في العملية التعليمية، إذا صلح المعلم صلحت العملية التعليمية، وإحنا نتبوأ الخير جميعا في دائما في معلمينا ومعلماتنا. وزارة التربية للأمانة وفرت جميع الإمكانات الموجودة في المرفق المدرسي وكذلك الموجودة الإمكانات الفنية اللي راح يقدمها إن شاء الله الموجهي الفنيين والإدارات المدرسية على كامل استعدادها لتقديم كل الخدمات الإدارية والصحية واللازمة لإخواننا المعلمين والمعلمات، ولذلك نعتمد عليهم اعتماد كبير جدا في اللي هو الارتقاء بالعملية التعليمية. أتمنى أن يكونوا قدوة طيبة، وهم إن شاء الله قدوة طيبة، اللي يكونهم الله سبحانه وتعالى شرفهم بهذه المهنة التي هي مهنة الأنبياء والرسل.